شكلت المقاهي في دمشق وكثير من المدن السورية عبر الماضي مكانا لتبادل الآراء والأفكار وإنشاء أحزاب وتيارات سياسية. اليوم وفي ذروة الأزمة التي تعيشها سوريا غاب هذا الدور وتحولت تلك المقاهي التي أسست منذ عقود إلى مكان للتسلية وتضيع الوقت. دور المقهى سابقا كانت الناس تعود بالأساس مثل هافانا مثلا، كانت مجال للناس يجتمعوا بيحكوا بالسياسة بالكذا، طالع أحزاب طالع كذا. اليوم الأهاوي لتسلايوا بس. هذه المقاهي التي كانت ملاذا للنخب الثقافية في سوريا تحولت إلى مكان للقاء المتقاعدين والعاطلين عن العمل والمهجرين من المحافظات السورية والريف الدمشقي. ورغم ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية والأمنية أبعدت الكثيرين عنها. زادت أكثر شوي من الملل وسبب التقاعد من العمل. العمل بالأول كان أخذ كل وقتنا، فبنجي مع أصحابنا يعني من نفس أرجيلة وكاسة عصير كذا بنمضي هالوقت. الناس هلأ عم تكفي بتقعد ببيتها، السيولة قليلة شوي، أشغال ما في، يعني هذا الوضع الطبيعي. بأزمة إن شاء الله بتنحل قريبا. أمام هذه الأوضاع عمل أصحاب المقاهي على تقديم عروض لجلب جمهور الشباب من خلال وضع شاشات لنقل المباريات الرياضية. تغير رواد مقاهي دمشق فقد كانت مكان للقاء مشاهير السياسة والثقافة. أصبحت هذه المقاهي مكان يرتاده المتقاعدين وعشاق الرياضة. خليل هملو، سكاي نيوز عربية، دمشق.